السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. قبل كده عملنا فيديو لسرير أطفال وكان بدرج، والحمد لله كانت طريقة تنفيذه سهلة. الحمد لله هسيب لك الرابط بتاعه في أول تعليق. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل سرير برضو للأطفال، ولكن أسهل من السرير اللي هنعملناه قبل كده. هنعمله بطريقة تجميع ما يكونش فيها كوائل، وكمان مش هيحتاج دهان. فتعال نشوف الفيديو مع بعض، وبإذن الله يكون الموضوع سهل وسلس إن شاء الله. رحت على شركة الخليل. شركة الخليل من الشركات اللي بتبيع مسطحات الأخشاب الصناعية بالإضافة لجميع إكسسوارات ولوازم المطابخ. طبعا اخترت الخشب اللي أنا عايزه بعد ما كنت حددت المقاسات المطلوبة لعمل السرير، والعمل كمان كم حاجة هتشوفوهم مستقبلا بإذن الله. هنا المخازن بيطلع منها الخشب يروح على قسم التقطيع، بعد كده بيدخل على ماكينة لزق الشريط. ماكينة لزق الشريط اللي قدامنا دي 9 مراحل تلزق الشريط، وبيطلع في الآخر متفنش وجاهز للتركيب. وده كده الخشب اللي أنا هستخدمه النهاردة في الفيديو. الخامة دي اسمها كاستامنو، بتلاقي الخشب فيه ملمس كده، تمام، بتحس ان هو أكثر إقناعا. يعني ده كده شباكين السرير، ده الشباك الكبير العرض 120 في ارتفاع 1 متر، الشباك الصغير عرض برضه 120 في ارتفاع 75 سنتي. طبعا انا خدت القطعتين دول، يعتبر خدت ربع لوح. اللوح كله طوله 2 متر و10 في 2 متر و80. سعر اللوح ده حوالي 1200 جنيه. طبعا بيختلف السعر على حسب الخامة، وعلى حسب نوع الخشب، وعلى حسب الملمس، لكن ده الرينج بتاع السعر. اللوح طلعت منه الشباكين دول، وبقيت اللوح هعمل بيه حاجات تانية ان شاء الله نشوفها في الفيديوهات القادمة بإذن الله. دي كده المدادات عرض 15 سنتي في سمك 5 سنتي، هنقصها على طول 195 سنتي، تمام. المدادات الخشب ده خشب سويدي، القطعتين دول عاملين تقريبا حوالي 70 او 80، مش متذكر بالظبط يعني. طبعا الخشب بيجي خشن او بيسموه غشيم، فبتاخده على ماكينه التخان تظبطه، تمام. وممكن تستخدم ماكينه الصنفره الدبابه، يعني هتظبط معاك الى حد كبير يعني. طبعا ممكن تستخدم المداده زي ما هي كده، ولكن انا هلزق عليها قطعة أو شريحة من نفس الخشب بدرجة لون تانية، بحيث يبقى شكل السرير في الآخر كويس. طبعا هنلزقها باستخدام السيليكون. هنبدأ نثبت المسامير طبعا، والطول ما يعديش من قطعة الخشب اللي تحت. هجيب شباك السرير الكبير، تمام، وابدأ اثبت عليه قطعتين خشب تحت هنا كده علشان يشيلوا المدادات بتاعت السرير. دول قطعتين خشب كانوا عندي، كانوا من شركة ار وارت، خشب افريقي، فقلت احطهم لان هم نفس درجة اللون تقريبا يعني. انت ممكن تستخدم اي نوع خشب متوفر عندك. عشان نلزق الخشب ده في خشب الميلامين ده هنستخدم سيليكون، بيسموه سيليكون مونتاج او سيليكون عظم. ده النوع اللي انا بستخدمه، وده صناعة بولندي، هسيب لك الرابط بتاعه في شريط الوصف. ده بيلزق تقريبا جميع الخامات. هنبدأ نقلبها ونثبتها من الخلف، لان طبعا ظهر السرير بيبقى دايما للحيطة، فمش هيبان فيه المسامير. هنبدأ بقى نجيب المدادات عشان نعلم عليها بالشكل ده، وابدأ أحازي من الخلف اظبطها كويس. طبعا نفس الكلام اللي عملته هنا هعمله في الاتجاه التاني.
كده احنا ثبتنا قطعة الخشب دي، ودي مهمة جدا لأن دي اللي هيثبت فيها طقم تجميع السرير. الطقم ده بتشتريه ب 20 جنيه. تعال نشوف هنركبه ازاي. هو عبارة عن أربع قطع، كل قطعة عبارة عن جزئين، الجزء ده بيركب هنا كده والجزء ده بيركب في المدادة. نثبت المدادة كده وبعدين نبدأ نجيب القطعة دي نحطها كده، نخليها بمحاذاة الخشبة دي من هنا، ونعلم كده في المكان اللي هتركب فيه. وانت بتركب اهم حاجة ان المدادة تكون مريحة على القايم ده، لان القايم ده هو اللي هيشيل الوزن كله. تمام، هبدأ افك القطعة دي. تركب بعد كده بالمنظر ده كده. فاضل ان احنا نركب الكعب ده هنا كده. الكعب ده وظيفته انه بيرفع السرير او العفش عموما عن الارض، عشان لو في ميه او حاجه الخشب ما يمتصهاش. وكمان لو عندك الارضيه مش مظبوطه قوي او السيراميك مش مظبوط قوي، فلما بتحط الكعب ده الكعب بيقف على بلاطه، وفي الاتجاه التاني بيقف على بلاطه تانيه، فبتلاقي السرير او العفش بتاعك مظبوط. ده كده سمك الخشب 18 مللي، ولكن اللي بيشيل الوزن كله هو المدادة دي اللي هي عرضها 15 سنتي، وبعدين بتحمل على القائم ده، فالوزن كله متحمل هنا مش متحمل على الخشب ده. هبدأ أقسم المداد إلى ثلاث مسافات تقريبا 65 و65 و65، وبعدين هبدأ أعمل قوائم بالعرض عشان تساعد في إن هي تشيل الطبلية اللي هنحط عليها المرتبة بعد كده. هحطها هنا كده، وبعدين آخد سمك الخشب كده أحطها في المنتصف بالظبط وأعلم الشكل ده. طبعا قسنا العرض والطول الداخلي للسرير وقصينا على قده من خشب 18 مللي، ممكن يكون ام دي اف او تشيب وود او خشب كونتر، لكن في ناس بتفضل الواح السويدي اللي هي بنسميها المله، فما فيش مشاكل. عايز تستخدم دي تمام، عايز تستخدم دي ما فيش اي مشكله. وطبعا عملنا فيديو عن انواع الاخشاب هيظهر دلوقتي، تقدر تتفرج عليه، وهسيبه لك برده في شريط الوصف انواع الاخشاب الصناعيه والفرق بينهم. داخل الخشب ده زي ما قلنا ان هو من اخشاب الميلامين من شركه الخليل. طبعا الخشب ده مميزاته ان هو ما بيحتاجش دهان، والسطح بتاعه بيقاوم الخدش الى حد كبير، ما بتلتصقش به البقع، وسهل التنظيف وبيقاوم الميه، ولكن عدوه الميه الكتير، بمعنى ان احنا لو بنطلق ميه في الارضيه وبنسيق ونسحب والكلام ده كله، طبعا بيأثر على الخشب من تحت، وبيأثر عموما على معظم الاخشاب وخصوصا الاخشاب الصناعيه. هسيب لك جميع روابط شركه الخليل في شريط الوصف، وهسيب لك الرابط بتاع السرير اللي عملناه قبل كده، ودعواتكم لنا بالتوفيق، والله ما جزي خيرا في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله.